إذن هذه عودة مرة أخرى إلى مراسلنا من البرلمان محمد فراس. مرة أخرى أهلا بك محمد، ما هي آخر مستجدات جلسة البرلمان التي من المفترض أن تنعقد عند الساعة 11 اليوم؟ نعم زميلتي، كما تحدثت أن الجلسة كان من المفترض أن تعقد في تمام الساعة 11 صباح هذا اليوم، لكن بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني أجلت نصف ساعة، لكن بعد تأخير لساعة كاملة، أي أن تأجيله أتى بعد ساعة من موعد الجلسة الرسمي، ونحن الآن ضمن فترة التأجيل الوقتي الذي حددته هيئة رئاسة مجلس النواب للجلسة التي من المؤمن أن تعقد اليوم. نتحدث عن جدول أعمال فيه ست قوانين قيد القراءة والتشريع، أهم قانونين سلط عليهم الضوء ونالا حيزا كبيرا من النقاش في الشارع العراقي داخل الرأي العام وأيضا في الأوساط السياسية. نتحدث عن قانون العفو العام، ونتحدث عن تعديل أيضا قانون الأحوال الشخصية. بالحديث عن قانون العفو العام، كان الكثيرون ينتظرون هذا القانون على أحر من الجمر، خصوصا عوائل الذين هم ظلموا والآن هم مظلومون داخل السجون وفي السجون العراقية نتيجة الاعتراف إكراها كما تحدث قانونيون. هنالك اعترافات جاءت بالإكراه دون شهود بسبب التعذيب، وبني القرار القضائي على أساس اعتراف شخصي، بالتالي هذا القانون لربما يشملهم وهو يمنحهم الحرية بعدما ظلموا لفترة في السجون العراقية. نتحدث عن قانون له بعد إنساني أكثر من أي بعد آخر كما تحدث مراقبون. هذا البعد الإنساني ينعكس إيجابا على ذوي المسجونين، ذوي المظلومين. كذلك القانون قيد من هم متهمون بالإرهاب، وقيد من هم لهم أيادي في إضعاف العراق وإدخال العراق في أزمات أمنية واقتصادية أيضا في الفترة الماضية، ومن ساهم في الإرهاب ومن حرض على الإرهاب ومن شارك بعمليات وجرائم إرهابية بالسندات وبالوثائق الصحيحة الحقيقية. بالتالي هذا القانون سيكون بابا من أبواب الرحمة للمظلومين وإخراجهم من السجون. هنالك جو إيجابي لربما لتمرير هذا القانون، هنالك اتفاق على تمريره بما أنه أدرج في جدول الأعمال. سياسيون يتحدثون عن هنالك توجهات إيجابية، وأيضا هنالك اتفاقات سياسية لتمريره بعد إضافة التعديل. إن تحدثنا عن أيضا قانون الأحوال الشخصية، هنالك لغط كثير أثير حول هذا القانون. هنالك فئتين لهذا القانون، مؤيد ومعارض. أما المؤيد فيجد في هذا القانون تعديل تحقيق العدالة الكاملة لفئات المجتمع العراقي كافة، والمعارضون يجدون أن في هذا القانون تجزئة للمجتمع العراقي. انتظار التشريع، نتحدث عن قراءة أولى، بالتالي هذه القراءة قابلة للتعديل وقابلة لإجراء إدخال الملاحظات وإضافة ملاحظات النواب المعترضين كان هنالك اعتراضات حقيقية ومؤثرة. القانونان مهمان ولهما بعد إنساني كبير، وبالتالي الجميع ينتظر هذا القانون، هذين القانونين على حر من الجمر، خصوصا قانون العفو العام الذي أخذ صداه الواسع حقيقة في الأوساط الشعبية، حتى الذين ليس لهم أبناء مسجونون أو من أقاربهم مسجونين ينظرون إلى هذا القانون من الجانب الإنساني، سيما وأن الجميع على يقين أن العديد من هم في السجون اعترفوا إكراها، اعترفوا إثر التعذيب، اعترفوا اعترافات للخلاص من العذاب الذي كانوا يعيشوه في مرحلة التحقيق. بالتالي هذا القانون هو كما تحدثت بابا لإنهاء مظلوميتهم وإخراجهم من السجون العراقية. نعم، مفادنا من داخل قبة البرلمان محمد فراس، شكرا جزيلا لك.